سلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله أحمد. حياك الله شيخ. سيد سيد شلونك؟ سيدنا مولانا. حياك الله، صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنتم نائمون ولا إيش؟ اي والله توني صحيت من النوم. أحمد، نادي عليا مظهر نعم. العجائب، تجده عونا لك النوائب. كل هم وغم ينجلي بولايتك يا علي. يا أمير المؤمنين. أيوة. إذا نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في إيش؟ في النوائب. في النوائب. طيب يا أحمد، الأنبياء كانوا بيدعون الله سبحانه وتعالى، يعني موسى عليه السلام قال رب انصرني على القوم الكافرين، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب نجني من القوم الظالمين، آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، نوح عليه السلام هو اللي قال رب انصرني بما كذبون، يونس عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى، إبراهيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. فكل الأنبياء كانوا بينادون الله، داود ربنا أفرغ علينا صبرا، سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد، الآية زكريا رب لا تذرني فردا. فكل الأنبياء كانوا ينادون الله سبحانه وتعالى. فأنتم لماذا تقولون نادي عليا مظهر العجائب؟ أنتم 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 إحنا الشيعة الموالين، أقصد إحنا نعم. اولا يا شيخ رامي عيسى، انت عارفني؟ اعرفك شيخ. حياك الله. طيب يا احمد، بما انك تعرفني ليه بقى ما نمشيش كما قال القران الكريم وكما كان يفعل الانبياء؟ يا عوف عوف القران يا عوف القران. ايش ليست انا تو صاحي من النوم. اسف وما عندي لسه صاحي من النوم، خلاص اسيبك الان. ما ديش المعلومات. لا. ليش ما يا شيخ؟ نعم. الو، لو لسه صاحي من النوم خلاص اسيبك دلوقتي، بس هو بس اسمعني. دلوقتي يعني القران الكريم كله كانوا ينادون يا الله، انتوا ليش تنادون يا سؤال علي؟ سؤال. الانبياء ينادون يا الله، والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه اقتدي، يعني اقتدي بهدى هؤلاء. تفضل احشي يا شيخ. انا ما عندي معلومات القويه. طيب انا مش عايز معلومات، انا عايزك تحكم القران يا احمد. يا احمد القران امامنا اهو، حكم القرآن. القرآن يدعونا يخبرنا أن الأنبياء كانوا ينادون الله سبحانه وتعالى فقط. أريدك شو اسمه الشيخ علاء المهدوي، تقدر هو يرد عليك مو أنا. والله ولا والله ما بيعرف يرد، حتى ابنه مش عارف يقرأ آيات من القرآن الكريم، بيقرأ خطأ وفحص. والله مسمينه بيعرف أمير القريش، مسمينه فحص الزينبيات، بس انا على انه كان فحص بعض النساء عندكم. بس انا اللي انا بطلبه منك دلوقتي، انا مش عايز انظر، انا عايزك مش عايز انظرك، انا عايزك تحكم الايات القرانيه. انا جبت لك ايات الانبياء كانوا ينادون الله ربي ربي ربنا ربي ربي، موسى زكريا ابراهيم اسماعيل، ده اللي انا عايزه منك فقط، انك تدعو الله. لا طلبتك مناظره، ولا طلبتك قلت لك حولنا على السيستاني ولا الخميني، ولا انا طلبت منك، اعطيتك ايات يا احمد فقط بتثبت ان الانبياء كانوا يدعون الله تبارك وتعالى. فانا عايزك تقتدي بهؤلاء الأنبياء. أهل البيت هم أهل البيت يدعون الله، وأهل البيت يدعون الله، فلنتوا تدعون تنادون عليه. احنا ندعو ندعو الإمام علي. أنتم والإمام علي شو اسمه يعني واسطة بيننا وبين الله. هذه نفس قول مشركو قريش يا أحمد. المشركين كما في القرآن الكريم كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء وسطاء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسطاء، بس ما بنعبدهمش عشان يقربونا لربنا، يعني هم وسيط. وبعدين الآية الثانية هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دول اللي هيشفعوا لنا، ودول نفس يعني نفس اللي انت قلته دوت. ابو جهل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي انت بتقوله لي الان بتقوله لي الان، قاله ابو جهل وابو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فانا اريدك يا احمد فقط تحكم القرآن الكريم، واسال ان يشرح صدرك للحق، وان ياخذ بيدي ويدك الى الهدى والتقى ان شاء الله. ان شاء الله الله يهديك للحق ان شاء الله. شكرا يا احمد. اتبع اهل البيت. اهل البيت شكرا. نام بقى، يا ريتك ما صحيت يا احمد. نام. ها نام. انا صاحي صاحي على دين دين الله ورسوله واهل بيته.
طيب ما احنا قلنا آل البيت كانوا بيدعون الله زي ما انت قلت، ليه انت بتنادي علي بقى رضي الله عنه؟ انا عايزك تدعو الله فقط يا احمد، الله يشرح صدرك للحق. هو احنا الامام علي ما ندعي نتوسل لبال، ما برضه قلت لك هو الوسيلة عند الله. يعني عشان الامام يشفع لك يوم القيامة هو اللي هيشفع لنا وكده صح؟ مو يشفع لي امام، كيف يا ارجع ارجع يا احمد، ارجع نام يا احمد، ارجع نام بكره ان شاء الله. لما تصحى يا احمد يبقى لنا اتصل علي. بس سؤال من سعيد، تابعتك يعني الرواية انت تقلبها بالمقلوب بقلب. وما تكمل. انا ساعات انا بمسك الكتاب واقوم عامل كده، بص يعني الكتاب قدامي كده اهو، اقوم عامل كده بقلبه علشان اقرا كده. روح يا احمد نام، وان شاء الله لما تصحى باذن الله نبقى نتكلم، لان انت اظن مش مركز. يا شيعي احنا عايزينك تدعو الله سبحانه وتعالى. يا شيعي يا شيعي احنا ما نريد منك شيء الا ان تدعو الله واحد، فادعوه مخلصين له الدين، هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين، ادعو الله سبحانه وتعالى. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، فما تروحش تدعو علي رضي الله عنه، ولا تروح تدعو فلان ولا علان، وشوف الانبياء كانوا بيدعون الله سبحانه وتعالى، اليس كذلك يا شيعي؟ نسال الله ان يهدي يا رب، وان ياخذ بيدي الى الهدى، وهو وعوام الشيعة.